S'exprimer. العشاء 11 دقيقة على غاديو ميد. مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم من ما يوصلكم صوتنا على الميل 104.1 93.5 على الاف ام، على www.radiomedtunisie.com للناس اللي يسمعوا فينا داخل وخارج تونس. زادا تنجموا تتبعونا، تبعوا لي فيديو لايف نتاعنا اللي امن هنا الليله احمد المنادي، الباج فيسبوك راديو ميتونيزي، هكاكا تلقاو لي فيديو نتاعنا في المباشر، وتتبعونا وتسمعونا وتبعثونا لي كومونتير نتاعكم وتعليقاتكم على موضوع الليله، الحياه الزوجيه، الحياة الجنسية، ما بعد الإنجاب، الإنجاب والولادة والرضاعة زادت تنجم تأثر على الكوبل وحياتهم. هذا موضوعنا الليلة. إذا كان عندكم أي تساؤلات، أي استفسارات، وإلا تجاربكم زادة تحبوا تتقاسموها مع الناس اللي يسمعوا فينا الليلة، ما عليكم، كانت تكلمونا على 72 328 500. ترافقني في الإخراج زادة يسرى ترشوني في استقبال تليفوناتكم غادة والدكتور هشام شريف بيان سور كالعادة حاضر معانا لليلة الخميس 13 ديسمبر 2018. نصفنا الشهر و2018 قريب يوفاك 10 ليلة 12 دقيقة نزيدة. أيوة، مساء النور زينب، مساء النور، مساء الورد. نحيو السادة مستمعين عبر موجات راديو ميد مختلف ذبذباتها، وكذلك اللي يسمعوا فينا عبر الموقع راديو ميد على شبكة الانترنت، وعبر صفحتي راديو ميد فيسبوك وصفحة سكسبيمي سون تابو باي راديو ميد في فيسبوك أيضا. ونقول لهم مرحبا بكم، وإن شاء الله ديما تتابعونا وديما تسمعونا. اليوم باش نحكيو في موضوع يهم المرأة والزوج والزوجة خاصة، مرحلة الحياة العاطفية الزوجية والجنسية بعد الولادة، معناها بالفرنسي نقولوا لها لا سيكسواليتي دو كوبل بوست بارتوم. دونك باش نحكيو فيها في جوانبها، شنية كيفاش تنجم تكون فيها شي بعض المشاكل، كيفاش نجم نتجاوز المشاكل هذه وغيره وغيره وغيره. بتبع زينب الولادة والمعناها المرأة كي تولد الولادة تشبه بحد كبير كيما نقولوا كالانفجار اللي يصير في محيط أعضاء المرأة التناسلية، وهذا بدوره ياخذ برشا وقت، مش شوية زادة برشا وقت باش تبرم ممكن المرأة. ممكن تكون هي الفترة من الأول تكون قصيرة في 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 نفسية المرأة وفي بلايس نقولوا احنا الوجيعة وغيره، ولكن من بعد تتواصل، ممكن الحكاية هذه نجم توصل حتى العامين، معناها تنجم توصل حتى العامين. هنا نقصدوا بها فترة الرضاعة اللي باش تترافق فيها الأم صغيرها حتى العامين ماكسيمم، مش أقل، مش أكثر. فما عديد من التغييرات بيصيروا على الزوجة، على الزوج، على حياتهم الحميمية العاطفية والزوجية، وعلى حياتهم الجنسية زادة كيف كيف، لأنه حياة الأزواج أو الزوجين تتغير بعد إنجاب، خاصة الطفل الأول البرمي بيبي، وقتها المرأة تبدأ تعيش في دوامة، تقلب حياتها اللي تعودت عليها بعد العرس بعد الزواج، وكما تؤثر زيادة على التغييرات النفسية والجسمانية اللي تطرأ على المرأة بعد الولادة، وهذا ما يأثر بشكل كبير وكبير ومباشر خاصة على الزوج، ويخليه يتقلق. فما زواج يتقلق وفما زواج ما يتقلقوش، معناها القلق ينجم يوصل حتى للخيانة الزوجية. دكتور لهنا القلق يوصل للخيانة الزوجية، والقلق يوصل حتى للطلاق، ويوصل حتى للطلاق اللي ما يتفهمش هكا ممكن يصبر عليها. نقولوا احنا بون بين قوسين نقول في الكلام هذايا، يصبر عليها يقول لك فترة الحمل ونزيد باش نصبر عليها انا من بعد. فما رجال تتخلق منها، فما برشا عباد ما يعرفوش انه في فترة الحمل الاولانية وقت لو حم
فما برشا كوبليتوس لو تليق برشا خاصة فما المرأة اللي تبدا تكره رجلها وتكره دارها وتكره دارها وتكره معناها فما برشا فما رجال ما يقدروش هذا ما يعرفوش راهو حم سبحان الله راهو حم برشا ما يفهموش ولا يدخل بحذا مرته باش يبوسها تقول له فيت منتك اخرج بعد عليا فما حاجات لازم الرجال خاصة وخاصة المقبلين على الزواج تو احنا مثلا في موضوع كيما هذا باش نحبوا نضربوا عصفورين بحاجة نحكيو نوعيو ونفهموا اللي كوبل اللي متزوجين واللي اللي جابوا كوبل اللي جابوا واللي مازالوا على الزواج يعرفوا على شنو قادمين معناها راهو معناها اذا المرأة في فترة اللحم كرهتك ولا ما حبش تشوفك ولا ما 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 هذه فترة وتعدي هذه فترة وتعدي ما زلناش نركزوا معها مع معناها التصرفات والسلوك تاع المرأة وقتها بقدر ما يلزمنا ان نركزوا مع معناها هي شنية معنا في كيفاش خديناها كيفاش حبيناها كيفاش وصلنا باش نتزوجوها صحيح ونفرحوا زادة اللي فما حاجة مزيانة برشا باش تجي لحياتنا وباش تنزيد واللي باش نتمتعوا البو باش يتمتع بحاجة اسمها الأبوة والأم باش تتمتع بحاجة اسمها الأمومة واللي راهي نعمة من عند ربي هذية وما هيش معناها فما ناس يتمنوها وما يلقاوهاش يزنا نغزو لكوتي هذا زادا دكتور أنه دارك باش ينزيد فيها صغير وفما فرحة كبيرة وباش تعطي حياة معناها الصغير آخر باش يحمل اسمك هذا خلينا نخمو في الشيء هذية لأنه إذا كان نغزرو جست لك العامين لك التعب وال معناها وقلة النوم وأنك تقف مع زوجتك 9 شهور وانت هزة صغير ولا 9 شهور نحكي على الراجل نحكي على الراجل فما تضحية كمان اسمه إراعي 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 وتخضر أنه حاجة كبيرة باش تجي في حياتك راهو نيجليجابل تولي أكل بيريود هذيك الخايبة لكن زادة فما غلطة الأخرى فما الراجل ينجم يغلط مشيرة كما المرأة تغلط مشيرة الأخرى أن مع صغيرها الأول تنسى رجلها صحيح فرحة بتاع صغير الأول تنسى رجلها ساعة راهو زادا يصير اي ساعة الراجل ينسى مرته بالبيبيلولي اي اما الأكثرية الأم خاطر فرحانة بصغيرها الأول فتنسى رجلها كومبليتمون مش بالعاني هي ولا من غير ما تشعر فرحان الفرحة تخليها مش تنسى ولكن الاهتمام باش يمشي أكثر الاهتمام باش يمشي للصغير فوالا الاهتمام باش وأنا البو باش يغير من ولده ولا بنته معناها تولي نوعا ما غيرة بين البو والطفل نتاعو والرضيع نتاعو فهمت دونك هنا لازم الزوج خاصة الزوج لازم يراعي الظروف هذيك يظهر لي اليوم الذبانة تاع الجمعة اللي فاتت عندنا ثلاثة فاتت باش تعاود لنا نفس الحكاية خاطر لي كومنتير متخبية وطلعت فيهم الجمعة اللي فاتت على الذبانة والدكتور كيفاش دونك راهو مش ناموس على الذبانة سيرة على الدكتور والذبابة باهي نحب نسلم على الناس اللي يتبعوا فينا الكل عامر ماجري يقول على السلامة يوسف عزيز يسلم زادة أي ما فيها بيس ددو تقول مرحبا نسلم زادة على إيميل سويد والله محليها قتلك اللبسة نتاعك إيميل سويد قتلك بونسوار هشومة ومحليها لبستك يفضلك هكا يتربجوا بيك ومحليها لبستك في المباشر عامر واشم يقول ولا وشام يقول مساء الخير ومرحبا بكم نتبع فيكم من إيطاليا بدر يقول دكتور هاك تضحك اليوم نهار ثلاثة فما المشكلة اللي حاجة بحلينا مش الحالة اللي كانت موجودة بحلينا واحد متأثر يسمع في حاجة سينرمال باش يتأثر معناها باش تضحك تسمع حاجة كيما ذيك برشا ناس جيتنا ديزيكو على فما ناس يحبوا يعاونوا زادة دونك إن شاء الله نخلطوا وأن نوصلوهم الحالة اللي كانت موجودة بحلينا نهار الثلاثة وتلقى حل بيان سور وتلقى محامي نجم يقف معها لا بالنسبه للمحامي سي بون انا فما كلموني زوج محاميات وان شاء الله باش يقوموا بالواجب يعطيهم الصحة الناس كل اللي تتفاعل معنا جوستومون كيما تفاعلوا قبل مع راضية وبعثوا لها الموندا نتاعها وخذت فلوسها وكانت اتصلت بينا وقالتنا نشكركم نشكر غادي جوميد ونشكر الفاعل الخير اللي توسط لي هذا هو لبوت زادا دكتور اللي نسعى له من خلال الراديو في برامجنا الكل مش كان في سيكسبريمي ما في كل البرامج إذا كان أتيحت الفرصة أنه نقفوا مع شخص وإلا نوريه الثنية الصحيحة ولا نرجدوه ما فيها باس خلي إذا كان نلقاه شكون أنه يعاونه حاجة باهية برشا موضوع الليلة خليكم معنا الحياة الزوجية الحياة الجنسية ما بعد الإنجاب هذه قد الحب بحبه كاتيا حرب ديديكاس لكم أنتم الكل نبدأ
ou bien سهرية الليلة سيكسبريمي سون تابو على راديو ميد حتى النص الليل. مازلنا مكملين معاكم. مرحبا بالناس الكل. تكلمونا 72 328 500 تعطيونا رايكم في سوجي نتاع الليلة.